قالت مصادر يمنية إن التحالف العربي بقيادة السعودية منع طائرتين روسيتين وعمانية من مغادرة مطار صنعاء الدولي. وقال مصدر مسؤول بمطار صنعاء إن طاقم الطائرة الروسية تلقى أوامر من قيادة التحالف العربي بعدم مغادرة المطار. وكانت طائرة روسية تحمل مساعدات غذائية هبطت صباح اليوم في مطار صنعاء الدولي. من جهة أخرى أرجعت مصادر أمنية أن سبب رفض التحالف لإقلاع الطائرة الروسية هو أنها كانت تعتزم نقل شخصيات رفضت الإفصاح عنها.